أعتقد يا بابا فرحان إنك بالطريقة هذه تكون مطمن على السر في الكتاب رغم نشره على الإنترنت. وي ايش الانترنت هذا يا جدو؟ دواء جديد ولا ايش؟ وانت ايش دخلك يا ام الشر؟ يا حشرية، يعني مو كفاية اللي جاء من تحت راسك؟ انا كنت بنقذ الموقف يا جدو، ايش بك انت؟ لكن انت عقدتيه كده. هيا حط القهوة هنا وروحي ترزعي في المطبخ، وحسك عينك تخرج للشجرة اللي برا اللي كنت تقابلي فيها المجرمين. يلا ابغى اقعد في التدامك كده.